الأستاذ إدريسي محمد، أستاذ مادة التربية الإسلامية بالثانوي التأهيلي بمدينة برشيد. بخصوص المشاركة في هذا الحفل، وطبعا كان باقتراح من المكتب جمعية المواهب، مشكورين على هذا العمل. هذا الكلمة التي قمت بها أو أدليت بها في هذا الحفل هذا تتعلق بفضل العشر الأواخر، وبالأخص ما يتعلق بفضل ليلة القدر وقتها وسبب تسميتها بهذا الاسم، ثم أهم الأعمال المطلوب من الإنسان المسلم أن يقوم بها ليتقرب قدر المستطاع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو تقريبا يعني الملخص المتعلق بهذه الكلمة، وقد جاءت في البداية ديال الحفل الذي تنظمه جمعية المواهب فرع مدينة برشيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حسن الشافعي، عضو المكتب التنفيذي لجمعية المواهب للتربية الاجتماعية. سعيد بالتواجد بدار الشباب بمدينة برشيد، بفرع اللي هو يعتبر بالنسبة لنا قاطرة ديال الفروع ديال جهة الدار البيضاء السطات، اللي هو فرع برشيد اللي يحتفي ب 37 سنة من أصل 57 سنة من التواجد ديال جمعية المواهب للتربية الاجتماعية. ونكاية في الوباء اللعين كوفيد 19 اللي حجب عنا الأنشطة، الحمد لله عادت العجلة من جديد للدوران، وهذه الليلة ما هي إلا تتويج للأنشطة اللي كيقوم بها الفرع ديال مدينة برشيد على المستوى الوطني في التزاماته مع الجمعية في أهم المحطات، ولا على مستوى المدينة ودار الشباب في تأطير الفئة الثلاث اللي هي فئة الأطفال وفئة اليافعين وفئة الشباب. أتمنى للأطور أن تحدو حدوى الحكماء اللي أتتوا هذه الفضاءات التربوية بعطاءتهم، وشكرا.